احنا عاملين بروجرام عن القرايه، انك لازم تحب تقرا والناس تحب انت تحب تقرا؟ لا. انت بتحب الكتاب، بتحب تقري صح؟ قولي كل الناس تقرا. كل الناس تقرا. وانت بتقريش ليه؟ لان مستغربه مستحرمه فلوس المدرسه اللي بدفعها الوقت ده، اللي ابتديت افكر فيه بصراحه. هلو، هاي كريم، تفضل. اخبارك؟ تفضل. بس احنا كده عملنا القهوه. بيقول لك بيعملوا قهوه. تحب دي اكتر ولا التركي؟ لا التركي. انا في حاجتين بعرف اعملهم، حاجتين القهوه والبيض والبيض بالبسطرمة. حلو قوي. طيب زي ما بتحب القرايه بتحب الكتابه، تكتب دايريز او كتابة عامة ان جنرال؟ بحبها جدا. دلوقتي مش انا عندي جيم صغيره كده، بلوك نوت، حاجات افلام، انا عارف الحاجات دي. طب دي احمد مراد نفسه ما يعرفهاش. في 1919 في الروايه كانوا بيخبوا اللمواس داخل الترابيش، صح يا احمد؟ صح. شوفوا هو ايه تفسيرها. انا ناسيها اصلا والله. بص بيجيب لاين بس. صح. ماست واتش افلام بتتفرج عليهم ولا بتنساهم؟ والله بنساهم يا استاذ سعاد، بس المهم ما كتبتهم، اهم حاجه يبقى كله موجود. فكره الارشيف، زار كان نفسي اطلع رئيس ارشيف. طب مين كان بيحكي لك قبل ما تنام، مامتك ولا باباك؟ مام. اكتر نوع كتب بتحبه؟ فيكشن، ثريلر، رعب، رومانسي؟ بحب الرعب جدا، بس الرعب اتفرج عليه. اكتر كتاب الهمك وساعدك انك تبقى حد احسن؟ رباعيات سبعه. اكتر روايه عربيه عجبتك؟ في لسه. طيب لو هتكتب كتاب بقى عن نفسك هتسميه ايه؟ لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله، ولا تحسبن الذين هكتب كتاب اسميه حسبي الله ونعم الوكيل. لو هتقعد في صحراء لمده اسبوع تاخد معاك كتاب ولا واي فاي؟ لا واي فاي. وبالواي فاي هجيب كتاب. لو عندك مقابله ساعه واحده تختار تقابل فيها القدر ولا الصدفه ولا الوقت؟ القدر. مين الشخصيه الشريره او الفيلن اللي بتحبه، مصري او عالمي؟ عادل ادهم. بتحب الورقي اكتر ولا الالكتروني؟ الالكتروني. اوكي. جربت تسمع كتاب؟ اه حلوه جدا الفكره، والاصوات اللي بتشرحها يعني جايبين ناس بجد محترفين. أيه. وموهوبين، صوته شارح لي الصوره بشكل كبير جدا. بتالف بقى كتبك لحد؟ اه عادي جدا. اه مش هيرجعوا؟ ما انا ما برجعش كتب برضه. اه والله مش هيرجع، ما انا باخد ورجع. اكتر مكان بتحب تقرا فيه؟ المكتب. لو هنرجع بالزمن تحب ترجع لاني فتره في حياتك؟ او اني فتره ان جنرال في التاريخ يعني؟ انا كان نفسي ارجع في الاربعينات والخمسينات والثلاثينات، كان نفسي اشوف مصر في العصر ده. بس انت هترجع بقى في العشرينات. ما ده بقى اللي عامل. أيوه. قبل كده. ايه اكتر فيلم مقتبس من روايه وعجبك؟ طبعا الثلاثيه بتاعت نجيب محفوظ دي وذكرناها ودرسناها. طبعا. ندخل بقى في الاكشن، اسئله الفيل الازرق. طيب دلوقتي في سؤال مهم جدا، هي الست المصريه نكديه بطبعها ولا الراجل المصري هو اللي خليها نكديه؟ لا الراجل طبعا اللي خليها نكديه. طبعا. طيب مستنيه اجابه غير يعني، مستنيه الست نكديه؟ طبعا. وراجل مغفل. احنا الوحشين، واحنا اللي بنخليها نكديه، واحنا اللي احنا كل شيء فعلا. طبعا ما ده الاكشن. ربنا يخليك. ده الاكشن. ربنا يخليك. احنا اكبر من كده، احنا اكبر من هذا السؤال. احنا مش هنقع في الفخ ده. احنا مش هنقع في الفخ ده. نادي الرجال السري معانا، ومعانا يحيى راشد. عايزه ايه؟ لا 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 يمكن نقع في هذا الفخ. الراجل هو اللي بيخلي الست نكديه. طبعا. انا عجبني طبعا جدا. والراجل هو سبب الازمات، واذا اخطات وغلط هو اللي بيبقى جبرها ان هي تغلط. اكيد. لن اقع في هذا الفخ. طبعا. سامع يا استاذ احمد؟ احنا السبب. تفتكر الفيل الازرق او البيلز دي بتفتح ابواب مش المفروض الانسان يدخلها اصلا او يفتحها؟ احمد مراد كتب الروايه، اول سؤال سالته له هي الحبايه دي بجد؟ فشرح لي فكره الحقيقه العلميه بتاعه ان ماده الدي ام تي اللي هي ما بتتفرس غير لحظه موت الانسان. تهيئ عشان تهيئه للعالم الاخر. في ناس تاخدها اوت اوف الفضول، فضول الانسان فظيع. طبعا. بس عايز اقول لك الجمهور كله النهارده كله مش مفيش حبايه. مفيش. اه انا مفيش. انا بيفتكروني حبايه واحده. والله ولا نص مش موجود يا ابني الكلام ده.
احنا بدل اي ريد بعد الفيل الازرق ايديل. ايديل والله العظيم. اه والله صح ايديل. صفوت امام هتعمل ايه في الجزء الثالث؟ هتكون زي شريف الكردي ومين هيعالجك؟ والله ده ممكن يبقى من اصعب الاسئله اللي سالتها في حياتي. اولا هعمل ايه في الجزء الثالث؟ السؤال ده يتسال عليه الاستاذ احمد مراد. هكون زي شريف الكردي هي نفس اجابه الجزء الاول من السؤال. باسل، ايه اكتر شخصيه حبيتها في تاريخ تمثيلك؟ يحيى راشد وابو علي. اميره سامي، هل شخصيه الدكتور يحيى اثرت على كريم عبد العزيز؟ ربنا ما يوري مؤمن، ربنا ما يوري مؤمن حضرتك. احمد غازي، لو عندك فرصه تمثل مع نجوم هوليوود تختار مين؟ هختار كريستيان بيل. شاهد، ايه اجمل فيلم شفته؟ انا بحب شيء من الخوف جدا. زينب، شخصيه في روايه نفسك تمثلها؟ احنا داخلين نعمل 19، فانا بعمل شخصيه احمد عبد الحي كيرة. من جمال احمد مراد ومروان دايما انهم بيبعتوا لي شخصيات بعيده كل البعد عن شخصيتي ككريم، فدي شخصيه جديده. لما قريت الروايه استغربت ان انا ممكن العبها بصراحه، يعني ما اقدرش اقول لك ان انا شفتها وخلاص وانا حاسس بالشخصيه لحد دلوقتي، لا بصراحه، بس استغربت ان انا ممكن اروح ارض زي دي. هسالك وتقول لي قد ايه من 1 ل 10. لا حاضر. اوكي طيب، فيك ايه من يحيى راشد؟ طفت. شفت اما قلنا ايه؟ اتفضل اتفضل يا بيه. 5 من 10. تؤمن بالسحر والاعمال؟ 9 من 10، مذكور 10 من 10 كمان، مذكور في القران. خايف من الجن؟ اكيد والله، بشكل هو بيقلق مني هو كمان، احنا مش حابين بعض. الفضول عندك من كام من 10؟ 10 من 10. تحب القرايه؟ احب القرايه، مش شرط من كتاب، يعني احب القرايه بنسبه 10 من 10 بس ممكن ما يبقاش من كتاب، ممكن يبقى من كمبيوتر، من لابتوب، من موبايل، يعني احب اخد المعلومه، بس ايه الوسيله؟ 10 من 10. اوكي. بتحب القهوه؟ 20 من 10. هسألك اسئله وتقول لي او لا. قولي. طيب، ممكن تعمل تاتو؟ لا. اوكي. ترشح الفيلم للاطفال؟ في الازرق؟ على فكره افلام الرعب في العالم كله ابطالها اطفال. اطفال، بس بتبقى مرعبه قوي. انا ارشحه اطفال طبعا. اوكي. ولادك شافوه؟ ملك شافته الكبيره 12 سنه، علي لسه 9 سنين. اوكي. تصنف الفيلم انه فيلم رومانسي؟ اه. تحب افلام الرعب؟ بعشقها، بموت في افلام الرعب. مفيش فيلم رعب ما شفتوش. بحب اتسرع. انا الظاهر بحب اتسرع يا جماعه. طيب، لو حد عزيز عليك تعرض لمس شيطاني هتعمل زي يحيى؟ لو انا يحيى راشد فعلا وانا طبيب نفسي ومؤمن بهذا العالم، فهعمل زي ما عمل يحيى راشد بالظبط. اسالك اسئله كده عن الافلام بتاعتك ممكن افكرك بيها. اوكي، هتقولي لي جمله وانا اقول لك من انهي فيلم؟ اوكي. طيب، مسامح كريم وانا مش كريم؟ ابو علي. وهند رايها ايه؟ نادي الرجال السلمي. النار ما بتحرقش مؤمن. محطة مصر. هنرجع بس مش دلوقتي. ولاد العم. احكي من ورا لقدام. الفيل الازرق 1 بارت 1. انا رابطك هنا ليه؟ فصل ونعود. ابن المهندس هيطلع مهندس، وابن التاجر مخدرات بيطلع خارج عن القانون. انا عارف ان الراجل الدكتور بيطلع دكتور، وابن المهندس بيطلع مهندس، وابن التاجر المخدرات بيطلع تاجر مخدرات. انا مش عارفه اوقعك بس هذا اصل انا قايلهم. انا عارف ان الرأس رساله بس ابويا مش عارف يقراها. واحد من الناس. يا فندم اقرا التقرير بتمعن. الباشا تلميذ استاذ حسن، ربنا يديله الصحه يا رب. 10 من 10. الحمد لله احنا فاكرين افلامنا بعد الكلام ده كله. حبيبي اهو الاولانيه مش بتاعتك بس الثانيه اللي جوه كانت بتاعتك. عايزين نديك بس حاجه من اي ريد. ده ايه الجمال ده؟ الله، عايز اقول لك انا بحب الاجندات الصغيره. صغيره. حبيبي تسلم لي. يا باشا عشان دي بتبقى بتاعت يحيى راشد. لا واللزق. والازرق. والازرق. نورتني. ميرسي. نورتني وشرفتني ودايما متجمعين يا رب.